بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما احبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والرباح وصلاح الوقت ربي يعاونكم ويسهل عليكم ويعطيكم المبتغى ديالكم اول حاجه اللي غادي نخدمه اليوم الناس اللي عندهم عندهم تمريض عندهم تيشوفوا اشياء تيتخيلوا اشياء عندهم حريق في الجسد ديالهم عندهم تحركات الناس اللي عندهم العقد والناس اللي عندهم مشاكل في الجسد ديالهم تيحسوا بالم في الجسد ديالهم تيحسوا انهم عندهم زغلله في العينين عندهم الم في الرجلين عندهم الم في الظهر عندهم تحرك في الكتفين عندهم تحرك في البطن عندهم قبض عندهم عندهم تحركات في البطن ديالهم عندهم تشنجات في الجسد ديالهم عندهم الشعر يطيح عندهم الجمال ديالهم تغير ولكن كله من السحر 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 التمريض تيخليك بدون خاطر وما عندكش الثقه في النفس وتتحسي براسك انك بوحدك وتتحسي بانك انت اللي تتحسي بواحد الالم تتحسي بانك بوحدك في هذه الحياه ولكن ما تنسيش حكم الله ان اي حاجه بغى ربي عليك غادي يهزها عليك لان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أول حاجة غادي ناخد كوب من الماء ناخد كوب من الماء يعني يكون لونه أبيض بحال هذا لونه أبيض غادي ناخد نحط فيه قطعة فاسوخ الناس اللي ما عندهمش فاسوخ يديروا الترا سبع حبات مطحونين ديال الترا الناس اللي ما عندهمش الفاسوخ الفاسوخ جيد حاولوا راه الفاسوخ تتباع في جميع الدول تيمشي من المغرب ناخد قطعه فاسوخ بحال هكا قطعه فاسوخ بحال هكا غادي ندير عليها ماء دافئ ماء دافئ نديرو هنايا غادي هذا الماء اللي درت فيه الفاسو ليله كامله بعد القراءه ولكن القراءه اللي غديرو هي ابطال جميع العوارض اللي تكون عندك في الجسد والعقد في الجسد والسحر الساحرين ومكر الماكرين وخبت الخابسين وجميع العقد اذا احبابي في الله لابد ان اما فسوخ اما تارة الناس لي مع الاسف الفاسوخ تيفسخ بواحد القوه خطيره إذن خذوا الفاسوخ ان شاء الله وغيكون خير ولا ما عندكش غديري تارا الا ما عندكش أه الحلبه تيديروها الناس ولكن هذه غدوزي على الجسد ديالك لان هي الحلبه تتخلي أه تتخلي اما تعومي بها ولكن الناس اللي عندهم فاسوخ هذه وصفه ديال الدهن وتشربي ثلاث جغمات من هاد من هذا الماء اللي فيه الفاسوخ ثلاث جغمات ان شاء الله هذا للشرب وللدهن هذا الفاسوخ ترى الا كانت ترى ما غادي تشربيهاش ترى غاد على الجسد ديالك فقط اذا حنا آه نحيدو ترى للشرب ولكن لو تدهني الجسد ديالك دهني بالجسد الجسد ديالك اما الفاسوخ الوسقي الابيض الصافي هو هانتوما الفاسوخ الابيض ها انتما الف... الابيض هذا هذا شويه غالي هذا شويه غالي ولكن يفسخ الاسحار ويبطل جميع العوارض اذا غادي نحط واحد القطعه كالحمص صغيره جدا تحاولوا تحطوا كيما وريتكم كالحمص قطعه حمص من ترطبوها في الماء غادي نحط نحطها في اناء ما صافي يكون من الاحسن يقدر يكون جديد كاع من الاحسن خدوه جديد باش تكون عندك صحه جديده وغادي ان شاء الله نقرا عليهم هذه القراءه اللي غادي نعطيكم اول حاجه غنقرا الفاتحه سبعه المرات وايه الكرسي سبعه المرات غادي نقول سبعه المرات هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم سبعة المرات هذه والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله عالم بحالتك وعالم بأمورك وعالم بمشاكلك هو اللي غيحل لك العقد غادي نقرا المعوذتين سبعة المرات وصورة الزلزلة سبعة المرات وغادي نقرا هاد الآية مرة واحدة آية من سورة المؤمنين من سبعة وتسعين حتى 118 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون هذه باش تبدأ هذه الآية من سورة المؤمنين من 97 حتى 118 هذه نقرأها مرة واحدة على هذا الوعاء أعطيتكم الصور اللي غادي تقرأوا وعطيتكم هذه الآية اللي غادي تقرأوها من 97 إلى 118 من سورة المؤمنون آه غادي إن شاء الله غنشرب ثلاث جغمات هذا آه هاد الفاسوخ تيتشرب الفاسوخ تنشربوه حنايا يعني. الفاسوخ تيبطل الاسحار جميع العقد اللي في الجسد السحر الماكول السحر التمريض عقده تبدا يبطلها الفاسوخ ما بغيتيش تشربيه ما قدرتيش تشربيه لانه هو مر شويه غادي ندهن في الجسد ديالي ندهن الجسد ديالي غادي ناخذ هذا الفاسوخ يبات ليله كامله حتى يطلق شويه ما تخوي عليه الماء سخون ساخن وغادي نغطيه ليلة كاملة نقرأها نهار من الليالي آه الليلة اللي اختاريتي انتيا وبغيتي غادي ان شاء الله نغطيه ومن بعد صباح رباح غادي ان شاء الله غادي ناخد هاد الماء غادي ناخد ثلاث جغمات ثلاث جغمات مورا الظهر او مورا العصر غادي ندندها الجسد ديالي بهاد الماء اللي قريت عليه مدة اسبوع الفاسوخ للشرب نهار نشرب ونهار لا نهار نشرب ونهار لا نهار نشرب ونهار لا حتى اكمل إذن غادي نشربو ثلاث مرات في الاسبوع اما الدهن مده اسبوع الناس اللي عندهم امراض عضوية أو أمراض من السحر عندهم التمريض في الجسد ديالهم عندهم العقد عندهم سحر المأكول عندهم سحر قديم عندهم السحر اللي مأثر لهم على الجسد ديالهم وغادي ندهن به الجسد ديالي مدة أسبوع ونشرب ثلاث مرات في الأسبوع فقط نشربه إما على الريق وإما في الليل في الليل نشرب ثلاث جغمات اختاري الوقت اللي بغيتي تشربي ثلاث جغمات اما على معده فارغه واما ما قدرتيش عليه غتشربيه المهم الماء الفسوخ يدخل الى البطن ديالك ليحرق جميع العوارض اللي كاينين في في البطن ديالك اذا والماء نمسح به الجسد ديالي حتى نكمل الماء ندهن الجسد ديالي كامل ما بين الظهر والعصر ما بين الظهر والعصر حيت الناس اللي عندهم السحر التمريض ما بين العصر ما بين العصر والظهر تيمرده تيجيهم حزن تيجيهم اكتئاب تيجيهم ونداوم على هاد الآية من سورة المؤمنين نداوم عليها كل ليلة نقراها جوج مرات أو ثلاث مرات إذا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غديروها لأنها رائعة حرق جميع العوارض وطرد خدام السحر من الجسد ومن البطن وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير أما ماء الورد الناس اللي يبغاو يرشوا الوجه ديالهم ديروا قطعة قرفة بماء الورد والرش نقرا الفاتحه ونرش الوجه ديالي والمكان اللي تضرني المكان اللي عندي فيه الم ندرش به الماء او القرفه ماء الورد مع القرفة مقرية عليه سبع مرات الفاتحة ورش المكان الألم اللي سيعطيني ألم في الجسد ديالي إذا حبيبي في الله الوصفة اليوم رائعة وزوينة حاولوا ديروها بإذن الله الواحد القهار وإلى وصفة أخرى حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته